دكتور أمين، اليوم حنحكي عن موضوع شائك شوي، هو الاضطرابات الجنسية عند الأطفال. في البداية تعرف لي مفهوم الاضطراب الجنسي عند الأطفال. هو الناس بيحضوها من المسلمات عندما يولد الطفل. طبعا أول سؤال بيسأل هل هو ذكر أم أنثى. طبعا شيء طبيعي أنه يبص للطفل من المصدر الخارجي يقول لك ده ذكر أم أنثى، ولكن عمر ما كان في بعض الحالات ربما كان الشكل الخارجي لا يمثل الجنس الحقيقي، ربما كان شكل ذكرا ولكن الطفل أنثى، والعكس صحيح، ربما تكون أنثى ولكن الوضع ذكري. وأنا هذه ثلاث أمثلة من حالات شفناها في مستشفى برجيل في الشهور القليلة الماضية. المثل الأول نسميه طفل ألف. طفل ألف ده عمره 14 سنة، الذكر الوحيد لأسرة مكونة من 8 أطفال كلهم بنات. تعرفي في المجتمعات القبلية قيمة الذكر. وبعدين جانا المستشفى عشان إيه؟ جانا عشان في سن 14 ظهر دم مع البول، وفي الفحوصات المخبرية والأشعاعات وجدنا أن هذا الدم هو دم الحيض، معناها أنه هذا الطفل قعد 14 سنة مشخص على أنه ذكر ولكنه في الحقيقة أنثى. هو أنثى ولكن كانت هناك اضطرابات هرمونية جعلت الشكل الخارجي لهذه الأنثى ذكرا. دي قصة ألف. القصة باء نسميها بقى، دي عبارة عن بنت جميلة جدا بكل المقاييس، جانا في المستشفى عشان عندها فتق إيربي مزدوج يعني يسارا ويمينا، ولما فتحنا عشان نصلح الفتق الإيربي وجدنا أن موجود داخل الفتق خصيتين، معناها أن بيلية البنت الجميلة حقيقة هي ذكر. القصة الثالثة، جانا تليفون من سنغافورة، أنا معروف أن أنا رئيس الجمعية، فبيسألوني في طفل ذكر عمره سنة، لما بيدور على خصية بتاعته اللي داخل البطن وجدوا أن هذا الطفل الذكر يحمل في أحشائه مهبل ورحم وقناة فلوب، فمش عارفين هو ذكر ولا أنثى. فدي ثلاث أمثلة بتقول أنه الشكل الخارجي مش هو حقيقة يمثل الجنس. وطبعا مهم جدا، عشان كده مهم قوي عندما يولد الطفل انه هل هناك علامات بتخلينا نشك ان هذا الطفل ربما لا ينتمي للشكل الخارجي. ديت الحاجه اللي احنا في الجمعيه اللي احنا بدات من سنه 2000 ان احنا بنؤكدها من خلال الاطباء الجراحين، مسالك البوليه، علم الجينات، السوشيال ورك اللي هم الناس اللي بيتعاملوا من الناحية الاجتماعية، الناحية النفسية، رجال الدين، إنه يجري الأهل أو الأطباء بمرحلة مبكرة من عمر الطفل لإثبات حقيقة جنس المولود. هو طبعا الكروموزومات أهم حاجة، نحن لما بنشك إن في حاجات ناقصة في الوضع الخارجي بنعمل كروموزومات. تعرف الـ XX هي الفيميل اللي هو الأنثى، والـ XY هو الميل، ودي بداية المشوار. يعني إحنا بنقول يعني عندما يتكون الجنين ايه اللي بيحدد الشكل الخارجي الجنس؟ هو الكروموزومات، الاكس اكس تبقى فيميل والاكس تبقى انثى والاكس واي بيبقى ذكر. الخطوه الثانيه ان الكروموزومات ديت بتحول الغده التناسليه في الجنين الى خصيه في حاله الذكر ومبيض في حاله الانثى، وبعدين الخصيه بتفرز هرمونات بتخلي الشكل الخارجي لهذا الجنين شكل ولد. وإذا فشلت الخصية في إفراز الهرمونات اللي هي بتعملها ديت يبقى هو صحيح ذكر ولكن الشكل الخارجي أنثى. يعني ممكن نقول هي أسباب الاضطرابات الجنسية. نعم مظبوط، إن أنت عندك في المشوار من الكروموزوم الجنس الكروموزومي للغدة التناسلية للشكل الخارجي في مراحل، إحنا لازم نعرف أين كان الخلل. دكتور، شو مدى الإقبال أو تقبل المجتمع لمثل هذه الظواهر أو إجراء هذه التحليلات؟ ده سؤال مهم جدا، لأنه طبعا كلما كان التشخيص، احنا بنعتبر وضع الجنس المناسب للطفل المولود حالة مستعجلة، يعني لأنه إذا احنا وضعنا طفل في ثوب غير الثوب بتاعه، يعني أنت يتحرك كذكر، الألعاب اللي بيلعبها، اللبس اللي بيلعبه، التركيبة بتاعته أصبحت تركيبة الجنس اللي هو مش لا ينتمي إليه. فمهم جدا قبل ما الطفل يسيب المستشفى يكون عرفنا إيه هو الجنس الملائم له، الجنس اللي يستطيع أن يمارس به حياته، يعني مش بس مجرد الكروموزومات. هل يستطيع هذا الطفل أن يمارس حقوقه كفتاة؟ هل يستطيع هذا الطفل أن يمارس حقوقه كذكر؟ ده مهم جدا. وأحيانا ليه إحنا حاطين في الجمعية بتاعتنا رجال دين
ورجال قانون وناس متخصصين في الجينات والحياة الاجتماعية. نحن لازم كل حاجة تحتاج دراسة، الدراسة دي بيكون فيها الآراء المختلفة عشان نوصل للآخر ما هو الجنس الذي تستقيم به حياة هذا الطفل.